أول رواية، رواية الله. رواية الله يعني شنو؟ تدرون رواية الله يعني شنو؟ يعني حديث قدسي، يعني ما أقول قال الصادق قال الباقر قال رسول. لا، قال الله. الله تعالى تعرف شو يقول؟ ها؟ أقول لك ما تزعل، خاف بعض الناس يزعلون، بس إذا تزعل تزعل على الله مو علي. الله تعالى يقول كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن الليل نام عني. الله أكبر. اللي يقول أنا أحب الله يكذب. إذا صدق تحب الله بالليل لا تنام، لا تنام عن الله. كذب من زعم أنه يحبني فإذا جن الليل نام عني. أوليس كل محب يحب أن يخلو بحبيبه؟ ها؟ زينة هاي الرواية ولا؟ إن شاء الله دخلت في قلوبكم هاي الرواية؟ قول إن شاء الله. نعم.